مرحبا بكل متابعين قناة كوك تي في على اليوتيوب، اهلا وسهلا فيكم. فيديو جديد وخبر جديد. بهالبوست على الانستغرام اعلن دايلر وصوله لمصر، فكتب بما معناه مرحبا من مصر، ونشر صورة تانية وكتب بما معناه الاسكندرية جنة، ممكن رح اشتري بيت هون. ومن بين التعليقات اللي اجته على الصورة كان سؤال من متابع له، سأله عن موعد نزول الاغنية التالية من الالبوم، فأجاب دايلر وكتب قريبا. قبل أيام كان عرس اليوتيوبر أحمد شو، حيث حضر عدد كبير من اليوتيوبرز، من بينهم كان عمر ماكس وعبد الله جميل، عبد الله النعيمي، وحتى هنودي أوسم، حيث نشر أحمد هالبوست على الإنستغرام وكتب يا ما شاء الله الكريم، أشكر كل شخص حضر الزواج، كلكم على راسي والله. مبارحة كان عيد ميلاد ساندرا ساهي، حيث صار عمرها 20 سنة، حيث أقامت حفل بسيط بين عيلتها والأصدقاء، وكانت الزينة بالأبيض والأسود، وكمان الكيكة بتمثل روح الموسيقى اللي ساكنة بقلب ساندرا ساهي، حيث المشكلة على شكل ميكروفون كبير ومزينة برموز الموسيقى، فكانت الأجواء هيك. عيد ميلاد سعيد لساندرا ساهي، كل عام وأنت بألف خير. وصل مبارحة عمرو مسكون لعمان لحتى يقيم ستاند اب كوميدي اللي راح يكون يوم الجمعة 6 من شهر 9 على مسرح الشمس العبد اللي بعم. تساؤلات كثيرة بعقول متابعين نور ستارز حول المفاجآت اللي راح تعلن عنها بشهر 9، حيث سألت نور ستارز بحسابها على الانستغرام من طرف فانز لإلها عن إذا كانت المفاجأة عبارة عن أغنية، فنور أجابت في شي عم ينطبخ وياريت لو أقدر أشارك منه شوية معكم، وانسألت كمان بقناتها هالسؤال. حاطة ببالك مشروع زواج أو مرتبطة؟ حتى عارفي قريبة؟ استني. فيديو كليب أغنية We Live A Life اللي كانت من طرف دايلر ومونيكيكس وفات جو ورافتار وأسوان وديزاينر راح تنزل يوم الأربعاء على قناة مونيكيكس. بعد ما أجابت اليوتيوبر أسو هي الشعيبي بخصوص الأفنيوز بستوري على إنستغرام، شعيبي منزل فيديو أنه إيه الهنود تعلموا يجون أو ندلوا طريق الأفنيوز، بس فهميني من دلين طريق الجنة أنت زعلانة هاليد؟ يعني هو يروح ويجي الأفنيوز مول؟ ما أدري كمية أنه التعالي عن الناس الصايرة بالمشاهير بشكل فظيع. انت يعني ترى اول الافنيوز مو مالتك ولا مال احد، مال جميع. انا ساجي الافنيوز افوت بكيفي اطلع بكيفي، ما ادري يعني الروح مشهوره شكوبش قديش تحكي هذا الكلام. تلقت اسو هجوم من المتابعين الكويتيين واعتبروا الموضوع اهانه لهم وتدخل في امورهم الشخصيه، فردت اسو على تعليقاتهم بهالكلام اللي نشرته على ستوري انستغرام. وهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا تضغطوا على زر السبسكرايب لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول، وزر اللايك لتشجيعنا على تنزيل الأكثر.